تزداد درجات الحرارة في العراق وتزداد معها معاناة العراقيين في ظل انقطاع التيار الكهربائي ووصول درجات الحرارة لمستويات قياسية تخطت 48 درجة مئوية في بغداد والمحافظات الجنوبية. دائما بالصيف وضع الكهرباء سيء جدا، لأن يبدو أن هناك تقنين للطاقة الكهربائية في العراق. سابقا في الثمانينات كانت هناك المعامل الحكومية الكبيرة وهناك الكهرباء المتوفرة خلال 24 ساعة، ولا توجد مولدة في الشارع ولا تنطفئ أضواء الشوارع في الليل. غياب الحلول الحكومية واستمرار انقطاع التيار الكهربائي دفع العراقيين للوذ بالسباحة في مياه الأنهار وإن كانت آسنة، وقد تؤدي لأمراض لا تقل خطورة عن تلك التي تسببها أشعة الشمس الحارقة. اللي يخليني الدافع اللي أسمع شط العرب سبب جو البصرة والحر جدا حار، فعلا لهذا السبب نجي نسمع بشط العرب هذا كونه الجو حار، يعني شوية واحد يبرد مثل ما تقول عن جسمه. ارتفاع درجات الحرارة يشكل خطرا حقيقيا على حياة العراقيين، ولا سيما أولئك الذين قد يتعرضون لضربة شمس إن لم تتم معالجتهم بشكل سريع بحسب ما أقرت به مديرية شعبة تعزيز الصحة في دائرة الصحة بالبصرة. يصير عنده خفقان وسرعة ضربات القلب، وقد يصير عنده هبوط بالضغط وقد يغمى عليه. أما ضربة الشمس وهو الأخطر وقد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم معالجته فورا وحالا. على الرغم من الميزانيات الكبيرة التي قالت الحكومة إنها خصصتها على مدار السنوات السابقة لقطاع الكهرباء، إلا أن شيئا لم يتغير على أرض الواقع، بل ازداد الأمر سوءا، ما دفع بالعراقيين لطرح سؤال واحد: أين الحكومة؟ وشوفت عيني حارة درجة الحرارة 55، وين الحكومة؟ استمرت.